وهذا ركن ركين لاستمرارية الحوار والتقارب الديني لكي يكون مصنفون في قوائمهم أننا منظمات إرهابية ونبني عليها أسس التسامح والتآخي والتوافق حتى نكون وجها لوجه. نعقد مؤتمرنا الثاني الدولي ويأخذ عنوانا له مكانة كبيرة في أعين الذين يقدرون ما معنى الأخوة والإنسانية. بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية. هذا المؤتمر ضم كثير من المشاركات الداخلية والخارجية. بالنسبة للمرأة في هذا المؤتمر أخذت دورا مهما بالنسبة للمداخل التي دخلت فيها، تعبر أولا عن تعزيز دور المرأة في تعزيز دور المرأة في الأخوة الإنسانية، وعن دور الشبيبة في الأخوة الإنسانية، وعن مكانة المرأة في الأديان، وعن تكلمنا عن كثير حتى عن الآيات والأحاديث الملغوطة والتفاسير الملغوطة بهذه الآيات والأحاديث بحق المرأة لابتعادها عن الساحة ولكي لا تتقدم أو تثبت وجودها. للمرأة في الأديان باع طويل. مؤتمرنا الثاني له صدى من مشاركات دولية وداخلية ومن كل الأديان، من الشيعة، السنة، زردشتيين، إيزيديين، أرمن، آشوريين. نجتمع كل الأديان، نجتمع نحن هنا من أجل التآخي ومن مبدأ أخوة الشعوب. كل الأديان تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وجميع الأديان تنادي بالمحبة والإنسانية، وأيضا كل الأديان منبعها هي النبع الأساسي التي تنهل منه كل الأديان هو الأخلاق. عندما نتمسك بأخلاقنا نرى أن جميع الأديان بوتقتها واحدة. التكفيري الذي هاجم هذه المنطقة هو من دعانا لنكون يد واحدة ونأتي بتسمية الإسلام الديمقراطي لكي نجدد الرسالة ونجدد ونحدث الأفكار وليرجع الجميع إلى مفهوم الإسلام المكي الصحيح بدون أي مغالطات، لأنهم أتوا هؤلاء التكفيريون أتوا بستار الإسلام ليشوهوا مبادئه وخصوصياته، ليهاجموا ويعملوا ما عملوا ليحولوها، وهي بالنهاية لعبة سياسية كبرى لتفتيت المنطقة وتفتيت الشعوب المتكافئة. بلاد ما بين النهرين هي مهد الحضارات ومهد الأديان، ولذلك الجميع ينظرون إلى هذه البلاد لكي يفتتوها، ولا يريدوا أن نصل إلى مبغانا، ومبغانا هو ظهور الحقيقة التي لا نساوم عليها، ولكنهم يجب عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار أن دماء شبابنا وبناتنا في هذه المنطقة انمزجت من كل الأطياف ومن كل الأديان ومن كل الأعراق تحت تراب هذا الوطن ليطهروه من دنس التكفيريين. أي شخص كان يحاول أن يقف سدا منيعا في طريقها لكي تتطور. المرأة هي نبع الحياة وهي نبع الإرادة وهي نبع القوة. أصلا أهم شيء في المرأة هو أن تكون واثقة من نفسها وتكون الذهنية، التغيير في ذهنيتها قبل أن تفكر بالتخطيط، تغيير الذهنية قبل التخطيط. لا تستفاد من أي شيء اسمه تخطيط قبل ما تغير ذهنيتها. المرأة دور مهم في هذا المؤتمر في مشاركتها أن تظهر وجودها من كافة أدياننا، من كافة الأديان السماوية، لتكون
لتعبر عن نفسها وتقول إنه أنا امرأة، أنا امرأة من أي مذهب ومن أي طائفة ومن أي معتقد أثبت وجودي، ولي الحق أن أكون في الساحة النضالية بكل أنواعها. طبعا دعيت لهذا الملتقى طبعا لإيماني العميق بأنه نحن كمجتمع شرقي دائما الدين عم بيكون له أثر بحياتنا، هيك عاداتنا، هيك تربينا. لكن أنا اللي لفتني بهذا المؤتمر كل هذا الكم من المحبة والتسامح من خلال من ألقوا كلمات، من خلال من كان لهم محاور. طبعا هذا شيء بحق لي أنا كإنساني أني أتساءل، وتساؤلي مشروع إذا كان كل هذا الحب والتسامح والإيمان بأننا أشخاص مختلفين، كيف نشأ داعش؟ من أين هرب داعش؟ من أين هل من كنيسة نشأ داعش؟ إذن هذا اختبار يضعنا أمام حقيقة بأننا الكلام النظري شيء وتطبيقه على أرض الواقع شيء آخر. هذا يتطلب جهد كبير من الرجل والمرأة والأسرة وشيخ الدين وشيخ العشيرة وكل شخص له أثر على أتباعه أو مريديه. سمعت لطرائق لأول مرة أسمع فيها من أشخاص لهم روادهم، كان لي حق التساؤل هل فعلا هو كلام يقال في مؤتمر أم أنه حقيقة على أرض الواقع. إذن نحن أمام مسؤولية كتير كتير وجدا كبيرة أنه أن نجعل قيم المحبة والسلام والتسامح هي قيم حقيقية وموجودة على أرض الواقع. المحور الثاني الذي أثارني أيضا وجدا كنت معجبة به هو محور المرأة وكيف ينظر الإسلام وباقي الأديان والمعتقدات إلى المرأة. كيف صنفت المرأة بأنها ضلع قاصر؟ لماذا صنفت في هذه الذهنية الذكورية مع أن الإسلام وباقي الأديان لم يصنف المرأة بأنها ضلع قاصر، ودائما كانت تخاطب المرأة كما يخاطب الرجل. فدائما نقول تغيير العقلية بالقرون الأولى بعد البعث الإسلامي والدين الإسلامي جاءت لأخذ الدين نحو الإسلام السياسي. هنا ظهرت الذهنية الذكورية في تحجيم المرأة واكتفاءها بأنها تكون زوجي وأم وتعمل داخل البيت. وأيضا في موضوع الدية أنه دية المرأة غير دية الرجل، وموضوع الميراث هو مشاكل كثيرة تعاني المرأة منها. لو عدنا إلى أصول الأديان لا نجد أي فرق بين المرأة والرجل، لكن هي نقول ذهنية الدين الموازي، الذهنية الذكورية التي اشتغلت من قرون عديدة هي التي حولت المرأة لشخص تابع للرجل، وهي التي خرجت من ضلعه. لا أعرف كيف فتي هذا الإفتاء ولماذا تتعامل المرأة بهذه الطريقة. المرأة كما دائما نقول هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، إذن التعويل عليها كبير، لا نستطيع أن ننحي أو ننحي دور المرأة جانبا. فالمرأة موجودة في كل المجتمعات، وعلينا نحن كشرق أوسط وتحديدا بعدما يعني مرق أو مر على سوريا كل هذا الدمار والعذاب، وكانت دائما المرأة هي الحلقة الأضعف في الاستغلال الاقتصادي والجنسي وفي كل النواحي، هي التي دائما تواجه الحروب، وعندما تنتهي الحرب يطلبون منها أن تعود إلى ديارها وإلى منزلها. في هذا الملتقى كلنا آمال أن يكون فعلا يخرج بمخرجات حقيقية تعيد، لن نقول يعني تنصف المرأة، المرأة هي من تنصف نفسها، لكن تعيد الدين إلى مساره الحقيقي. الدين الحقيقي هو في تنفيذ وصايا الكتب السماوية الثلاث، ولكل منا معتقده، لي الحق أن أعيشه وأمارسه دون أن أنكره عليك أنت أو الآخرين، والآخرين لهم الحق في شكل اللباس والحياة والعقيدة مقابل أن يحترموني أنا ويتقبلون وجودي. هذا الاختلاف هو عنوان كبير لبلد حضاري، وسوريا بلد حضاري ولن نقبل إلا أن تكون بلد حضاري. يعني من القلب أنه أنا ابنة الساحل السوري وابنة الداخل السوري، للأسف صرنا نستخدم هاي، أتمنى أن تحل المشكلة بين شمال وشرق سوريا والحكومة في دمشق حتى نستطيع أن نأتي بسلام ونعود بسلام. وأظن أن أغلب السوريين الموجودين في هذه البقعة الجغرافية من سوريا التي أحبها جدا محتاجين أن يزوروا حمص والشام وحلب واللاذقية وطرطوس. نحن محتاجين نرجع نعرف بعض أكثر وينلم شملنا أكثر.